كرة تطلع على الرجاء البيضاوي الآن داخل المنطقة المحرمة جميل العبدية مفتاح ديال المقابلات اللي جايين. المشاكل اللي كانوا قبل احنا عندنا هدف واحد هو ندربوا يعني نركزوا على المقابله. مشى المدرب احنا ما عندنا ما حتى شي مشكل. المدرب مشى باقي اللاعبين وحنا كنلعبوا باسم فريق الرجاء وان شاء الله نحاولوا باش ندافعوا على الوان فريق الرجاء البيضاوي ونحققوا واحد النتيجه ايجابيه وباش نفرحوا الجمهور الرجاوي والجمهور المغربي عامه. باسم فريق الرجاء وان شاء الله نحاولوا باش ندافعوا على الالوان فريق الرجاء البيضاوي ونحققوا واحد جوج الاسابيع اللي كانت قصيره ما كانش كافي انا ولكن الحمد لله حنا قدمنا مقابله يعني لعبنا حتى اخر رمق الحمد لله ما خسرناش باقي خمسه ديال المقابلات امامنا كل الحظوظ باش ان شاء الله يعني المباراه انتهت متعادله نقطه يعني احسن من لا شيء يعني تبقى كرة القدم فيها كل شيء يعني باقي خمسة المقابلات يعني باقي يعني مسافة يعني مازال باقي مسافة طويلة في هذا يعني مازال باقي مسافة طويلة.